مرحبا guys and welcome back to my YouTube channel. أنا اسمي تريسي للأشخاص اللي بعد ما بيعرفوا أول مرة بيشوفوا اليوتيوب channel تبعيتي. ما تنسوا تعملوا subscribe وما تنسوا تكبسوا البيل رينج الجرس اللي موجود حد هيدا الايكون. اليوم عملت لكم 3 DIY masks, هو شيء كان مطلوب مني كتير. هدول الماسك they're very easy, كل حدا بيقدر يعملهم لأنه موجودين ببيوتنا وخصوصا بالمطبخ. كمان هدول الماسك أنا بعوزهم كرمال خلي بشرتي تكون كتير ناعمة ما فيها أبدا حبوب, وكمان عم بتضوي like glowiness. إذا حابين تعرفوا أكتر عن هدول الماسك خليكم عم تحضروا, ما تنسوا تعملوا لايك إذا حبيتوا لهيدا الفيديو. بس بدي أوضح شغلة إنه هدول الماسك بليز جربوا اعملوا تست على رقبتكم لتشوفوا اذا بتحسسوا ايه او لا, لانه هي الرقبه اتس فيري سنسيتيف. اعطوها شي 2 ل 3 minutes واذا كان everything perfect وما حسستوا then اكيد حطوهن على وجهكم. لمعالجه حبة الشباب او اي حبه بتطلع بدنا نتخلص منه, ملعقتين صغار من الكركم بخفف الزيوت, بيقتل البكتيريا, بيعطي جلو. عصرة حامض بيقتل البكتيريا, بفتح البشرة. زيت اللوز فيه فيتامين A. بفضل تحطوا هيدا الماسك على الحبة لأنه بيحرق, بس إذا ما عندكم حبوب أبدا على وشكن فيكن تحطوه على كل وشكن. انتبهوا تيرميريك بيطبخ على الوجه, سو جربوا ما تحطوه أكتر من 5 دقايق. سكراب للشفاف, موارد, سكر, زيدوا قد ما بدكن قد ما بتحسوا انه شفافكن عايزين سكراب, ملعقة زيت زيتون وفازلين. للبشرة المدوية والناعمة ملعقة عسل مضاد للبكتيريا بيعالج حب الشباب, بعزز البشرة وبرطبها. ملعقة حامض مضاد للبكتيريا بيعالج حب الشباب, غني بفيتامين سي, بيساعد على تفتيح البشرة. نص موزة بيحتوي على فيتامين سي وإي, بيساعد على مكافحة الشيخوخة.